السلام عليكم زول، في الأول مرحبا بكم في القناة وفي أخبار الجديدة الاستخدامات بخصوص اللاعبين لشبيبة القبائل. والجديد هي صفقة الموسم بالنسبة لشبيبة القبائل، حيث تعاقدت مع رياض بودبوز الغني عن كل تعريف. رياض بودبوز يوقع لسنتين مع سنة قابل للتجديد قادما من فريق أحد السعودي، البالغ من العمر 34 سنة، 1.77 متر، وهو ينشط في عدة مناصب وسط ميدان وأيضا في الهجوم كجناح أيمن، لاعب سابق للفريق الوطني والمنتخب الجزائري وأيضا العديد من الأندية الفرنسية والإسبانية. أبرز الفرق هو فريق ريال بيتيس وفريق سيلتا فيغو الإسباني. رياض بودبوس ينشط بدون أي شك في وسط الميدان الهجومي الذي كان ينقص فريق شبيبة القبائل. وبعد تعثر المفاوضات مع فريق اللاعب المدافع الموريتاني خديم دياو، الشبيبة تصرف النظر بصفة رسمية حول اللاعب. إدارة شبيبة القبائل توقع عقد لمدة سنة قابل للتجديد لموسم آخر، وتتعاقد مع اللاعب المالي يوسف كوني البالغ من العمر 29 سنة، قادم من الفريق البلجيكي الذي ينشط في الدرجة الثانية، وأيضا كان لاعب للعديد من الفرق الفرنسية وأبرزها ليون وفريق تروا وأجاكسيو وليل. اللاعب من مواليد 5 جويلية 1995، ينشط في منصب ظهير أيسر، طوله 1.74 متر. اللاعب يمتلك لإمكانيات قوية جدا من الناحية البدنية وأيضا من الناحية الدفاعية، وأيضا لاعب يشارك في الهجوم. إن شاء الله هذا اللاعب ينجح مع شبيبة القبائل، يعني لاعب عنده بنية مورفولوجية وقوة جسمانية رائعة. وبهذا الصفقتين شبيبة القبائل تغلق ملف الاستخدامات لهذا الموسم وتركز حول البطولة، وإن شاء الله ستكون هذه الصفقات مربحة لشبيبة القبائل وتعود إلى الواجهة والتتويجات. وفي الأخير ما تنسوش فعلوا زر الجرس وعملوا لايك ليصلكم كل جديد تنميرث.